مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سندويش الطاووق. عنا كيلو صدر دجاج قطعتهم بهيدا الشكل، 3 معالق طعام زيت نباتي، 4 معالق طعام لبن، 2 ملاعق طعام شراب، ملح على الذوق اكيدي، 5 حبات ثوم نعمتهم بهيدا الشكل، 3 معالق طعام عصير حامض، 1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود، وملعقة صغيرة 7 بهارات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط كل المقادير فوق الدجاج، البهارات، حامض، ثوم، ملح، شراب، الزيت النباتي، كمان اللبن. بخلطهم منيح مع بعض، بخلطهم بالإيد أفضل، ريحة كتير طيبة. بس خلطتهم هلا بغطيهم وبنقعهم أقل شي ساعة. هلا بحطهم بالبراد. بعد ما نقعت الطوق ساعة هلا بنحطهم بالصينية. بسم الله. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هذا الطوق أخذ بالفرن حوالي 45 دقيقة. هلا بدي لف الساندويش أنا وياكم. عنا هيدا الخبز تورتيلا، انا عمليته، رح احط لكم الرابط مع الفيديو. كمان خس بندورة كبيس، ثوم وبطاطا. بسم الله. اول شي بدهن الثوم، كبيس كمان، بندورة، خس. هلا بنلف الساندويشة. بسم الله. وبحطها بالجريل لنشوف الساندويش بعد ما حطيتهم بالجريل. هيدا الشكل النهائي. هولي سندويش الطوق اللي عملتن انا وياكم، لنشوف كيف طلعوا مع بعض. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.